لم يبقى إلا خزان الماء وهذا السياج المتهالك من جامع إبراهيم السامرائي في منطقة رقة شفت الذي تم إزالته من قبل الشركة التي قامت بإكساء الطريق الرابط بين جنوبي بعقوبة وغربها ويطالب الأهالي بإعادة المبالغ التي صرفت من قبل المحافظة كتعويض لبناء الجامع بعد استلامها من قبل الوقف السني الوقف السني استلم, ال... استلم الفلوس وما ما انطلعها. صار ثلاثة شهور يعني ثلاثة أشهر راجع الوقف السني مال ديالا والوقف السني مال بغداد والقيمة وال... قامية ماكو أي نتيجة الفلوس هي أصلا مال المسجد على شنو تصرف لنا يعني انت دافع من جيبك؟ مال الاهالي؟ مال هي مال المسجد احنا بنيناه. زين انت من دافع من جيبك وشيء قانوني هو بيت الله سبحانه حتى بيت الله سبحانه وتعالى ما يخلص والله ما نعرف شلون. فيما اكد الوقف السني في محافظه دياله بان المبلغ المصروف للجامع من قبل المحافظه مؤمن في احد المصارف ولن يصرف الا لبناء جامع ابراهيم السامرائي وننتظر راي مجلس الاوقاف الاعلى في رئاسه الوقف السني تسليم المبلغ والبدء بإعادة بناء الجامع في مكانه الجديد الآن أيضا خاطبنا ديوان نقف السني دار القانونية حتى يعرض الأمر على مجلس الأوقاف الأعلى وفي هذا كل طبعا يعني معاي رئيس الديوان أوعز بسرعة الإنجاز وإحنا إن شاء الله في المراحل الأخيرة فقط يبت بمجلس الأوقاف الأعلى والمبلغ مالتهم باقي باسمهم ولن يصرف اطلاقا لاي عمل اخر اطلاقا ان شاء الله بما اعلنت اداره قضاء بعقوبه بان هذا الجامع شمل بالتعويض بعد ازالته وتم استلام مبلغ التعويض من قبل الوقف السني وفوجئنا بعدم تسجيل الجامع في اداره الوقف السني واقترحنا بتشكيل لجنه لغرض اعاده البناء من قبل المتبرعين اقترحنا عليهم تشكيل لجنة لغرض إعادة بناء هذا المسجد من قبل المتبرعين على أن يتم صرف المبلغ هو الـ 48 مليون من قبل لجنة لشراء مواد الجامع الجديد ينتظر أهالي رقة شفت إعادة بناء الجامع ورفع الآذان فيه بعد أشهر مرت غابت فيه الصلاة وقراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار رغم توفير مكان بديل ويتأملون حسم أمر بناء الجامع الذي طال انتظاره من محافظة ديالة حسن الشمري التغيير الفضائي